في كل يوم، في كل يوم تقول الأرض يا رب دعني يعني أبتلع ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول بحار يا رب دعني أغرق ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، تقول الجبال يا رب دعني أطلق على ابن آدم أكل من، وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم إنه أكل. قال يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموه؟ يقول لا يا ربنا. قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها، من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب، أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. هذه محبة، هذا هو الله المحب لعباده، وهو الغفور الودود، ليس غفورا فقط ولكن ودود، وعفوه يستغرق الذنوب، مجرد يعفو عنك يمسح، ولا هو يعفو الذنوب يغفر الذنوب ويمسحها وخلاص، ويثبت مكانها حسنات، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل سيئاتك حسنات. وبعدين الله يحب التوابين، يعني التوابين يعني خطائين وتوابين، يخطئ ويتوب يخطئ، فهو تواب، تواب مما من كثرة الذنوب، سبحان الله العظيم. فهذه المحبة يجب أن تقابل بمحبة. ما الذي يريده الله منا؟ صدق التوحيد، صدق الإيمان، تحكيم شرع الله في الكون، لا يريد منا إلا هذا. لو حكمنا شرع الله في الكون لانحنت لنا البشرية كلها كما انحنت لأسلافنا. قال مستشرق في الأندلس: أنتم كنتم هنا على أرض الأندلس لما كنتم لله خلائف، ثم خرجتم منها لما أصبحتم على ثراها طوائف. فصل قصير نوصل السماء توقع الله مشاهدينا الكرام، نوصل بعد هذا الفصل، كن معنا.